الأحد الخامس من الخمسين المقدسة. النهاردة ربنا بيقول لكل واحد فينا لا تضطرب قلوبكم. وصية من ربنا وإلهنا لكل واحد فينا إنه لا يضطرب. الإنسان بيضطرب كل ما كان ارتباطه في الأرض كبير، كل ما يزيد ارتباطي بالأرض كل ما يزيد اضطرابي، وكل ما اتحرر من قيود الأرض وهموم الأرض وشهوات الأرض كل ما يختفي الاضطراب تماما والإنسان يحيا في سلام. عشان كده معلمنا بولس الرسول يا أحبائي بيقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. أولاد ربنا اللي أمنوا بالله واعتمدوا قبلوا الإيمان وصاروا أولاد الله الذين ماتوا عن العالم وقاموا مع المسيح، عيونهم ثابتة ومرفوعة للسماء. هو ده اللي بيميز أولاد ربنا، إن عينيهم على السماء وسكتهم هي المسيح. ما في سكة تاني، ما فيش طريق تاني غير طريق ربنا يوصلنا للسماء. وربنا في محبة عجيبة جدا كرس لنا هذا الطريق بدمه وفتح لنا باب الأقداس وأعطانا هذا الحق العظيم أن ندخل إلى السماء. كانت السماء مغلقة يا أحبائي ومقفولة بسبب الخطية، لكن إلهنا المحب قدم لنا المفتاح الذي يفتح لنا باب السماء، دمه المسفوك الذي يطهر من كل خطية. لذلك أحبائي اليوم تهيئ لنا الكنيسة هذا اليوم المبارك الأحد الخامس الذي فيه يعلمنا ربنا يسوع المسيح أنه قد أعد مكانا لكل أحد، وأن في بيت أبوه السماوي منازل كثيرة، وأنه سوف يأتي ليأخذنا. حيث يكون هو نكون نحن أيضا. لذلك أحبائي يحرك الروح القدس قلوبنا لكي ما ننتبه أنه يجب أن نتعقل وأن نصحى ونسهر للصلوات. إنسان بيهيئ نفسه لحياة السماء، وحياة السماء هي حياة المحبة والتسبيح. فأنا طريق ربنا بيبدأ بالإيمان، والإنسان بيمشي فيه بالمحبة، وكل ما يتعلم التسبيح كل ما يعلو بروحه إلى السماء. عشان كده يا أحبائي معلمنا بطرس الرسول النهاردة في الكاثوليكون بيقول لنا إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا تعقلوا واصحوا أو اصهروا للصلوات. التعقل معناه إمعان العقل والتفكر والتأمل في هذه الحياة، كم هي قصيرة، كم هي مؤقتة. كما يقول معلمنا يعقوب الرسول يا أحبائي ما هي حياتكم؟ بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. لذلك يا أحبائي
يجب أن نؤهل عقولنا وقلوبنا لحياة السماء. العقل يتهيأ بالصلاة والتسبيح، والقلب يتهيأ بالمحبة. العقل يتهيأ بالصلاة والتسبيح، والقلب يتهيأ بالمحبة. والمحبة القلبية الشديدة ليست كما يحب العالم أهل العالم بعضهم بعضا، ولكن محبتنا قلبية خالصة نقية، ليس فيها شائبة، صادقة أمينة، محبة تتأنى وتترفق، محبة لا تنتفخ ولا تتفاخر، محبة لا تحتد، محبة لا تطلب ما لنفسها، محبة لا تظن السوء، محبة ترجو كل شيء وتصبر على كل شيء، محبة لا تسقط أبدا. الشرط الأساسي أحبائي علشان نستطيع أن نسير في الطريق هو أن نتمسك بالمحبة اللي هي الوصية الأولى والعظمى. هو ده زاد الطريق، هو ده قوة الدفع اللي بتسمح لينا أن احنا نقدر نمشي، لأن الطريق هو المسيح، والمسيح هو الله، والله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. إن كنت عايز تثبت في الطريق يبقى لازم تثبت في المحبة. والمحبة يا أحبائي هي كل الإنجيل. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، وتحب قريبك كنفسك. على قد ما الإنسان يقرب من ربنا على قد ما يتملى محبة، لأن الله محبة. وعلى قد ما الإنسان يتقرب من أخوه الإنسان على قد ما يزداد محبة، لأن كل إنسان يحمل في داخله الله. فعندما تقترب من الآخر وتحبه وتفكر فيه وتعمل لأجله تزداد المحبة، لأن هذه هي الوصية أحبائي، أن تحب قريبك كنفسك. فالنهاردة يا أحبائي ربنا بينبهنا، بيقول إن هو الطريق والحق والحياة. الإنسان بيخطط لنفسه طرق كتيرة قوي، وبيتوه نفسه وبيعطل نفسه، وعمر الإنسان محدد من ميلاده إلى انتقاله في نقطة بداية ونقطة نهاية. والوقت المحسوب هو وقت محدد، والطريق واضح، والنافيجيتور بتاعنا هو روح ربنا القدوس اللي بيقود حياتي، بيقول لي أمشي يمين أمشي شمال أمشي على طول. على قد ما أكون صاحي ومصحصح لصوت الروح القدس اللي بيقول لي أمشي إزاي، على قد ما أنا أمشي صح وأوصل في الوقت المحدد. على أن عدو الخير يا أحبائي كما يقول الكتاب المقدس كأسد زائر يجول يلتمس من يبتلعه. الطريق صحيح، ربنا رسمه لنا بدمه، وأعطانا الروح القدس الذي يقودنا في الطريق، وقال لنا إن هو الطريق، لكن الأمر يحتاج منا إلى الجهاد، الجهاد الروحي يا أحبائي، لأن الإنسان لكي يكون في الروح يجب أن يعمل،
الأعمال التي تهيئه لعمل الروح القدس في داخله. أنا مسيحي وأخذت الإيمان، لكن يا ترى الإيمان اللي فيا ده إيمان حي، إيمان حقيقي، إيمان عامل، ولا إيمان ميت؟ الإيمان الحي هو إيمان الإنسان اللي بيسمع كلمة الرب ويقبلها ويعمل بها. أما الإيمان الميت هو الإنسان الذي يسمع كلمة الله ولا يقبلها، أو إن قبلها لا يعمل بها. ياريت النهاردة أسأل نفسي كم مرة أنا سمعت كلام ربنا، وكم مرة أنا قبلت الكلمة، وكم مرة اتحول الكلام فيا إلى حياة وتغيرت. سؤال مهم جدا، علشان أنا حضوري للكنيسة النهاردة ده دعوة من ربنا، دعوة خاصة جدا. ربنا بيدعو كل واحد فينا دعوة خاصة كل يوم. حضوري النهاردة للكنيسة ربنا بيسمعني كلماته الحية، بيقول لي كم مرة أنت سمعت الكلام، وكم مرة قبلت الكلمة، وكم مرة اتغيرت. يا ترى تركت خطاياك القديمة ولا لسه عايش بيها وانت جوا كنيسة؟ مستبقيها لغاية امتى؟ السماء لا يدخلها إلا المقدسين، إلا الصادقين. الإنسان اللي بيكذب ملوش مكان في السماء. الإنسان اللي لسه واقع في شهواته أهواءه ملوش مكان في السماء. الإنسان اللي بياخد حاجة مش بتاعته ملوش مكان في السماء. الإنسان اللي مش بيحب أخوه أو جاره أو أي إنسان بيقابله ملوش مكان في السماء. الإنجيل واضح يا أحبائي، وإن كنا خدنا معرفة الحق وبعدين سيبنا نفسنا للخطايا بإرادتنا، يبقى إزاي الإنسان يبقى ليه توبة؟ لكن يا أحبائي روح ربنا بيكلمنا علشان كل واحد فينا يبدأ يتوب. بيقول كده ابتدوا للرب الاعتراف، ومزمور النهاردة بيقول اعترفوا لله لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. إلهنا صالح وطيب، فاتح أحضانه أبوابه وقال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. وأكتر من كده بيخبط كل يوم على باب قلبي وقلبك، يقول لك افتح، أنا منتظر أن أنت تفتح، أنا منتظر أن أنت تفتح، أنا عايز أدخل حياتك، عايز أفرح قلبك، عايز أغير الخوف والاضطراب والهلع وعدم الأمان اللي أنت فيه، واتكالك على نفسك وانشغالاتك وهمومك وطموحاتك كلها عايز أغيرها. عايزك تثبت عينيك على السماء، عايزك تفرح بيا. ما فيش حد ممكن يفرح الإنسان إلا ربنا، ما فيش حاجة ممكن تفرح الواحد إلا ربنا، لا مال ولا بيت ولا أولاد ولا أي حاجة أرضية. صحيح ربنا بيفرحنا بالحاجات ديات وبيدينا كل حاجة، لكن الفرح الحقيقي في ربنا. لو عندي كل حاجة لكن ما عنديش ربنا يبقى ما عنديش ولا حاجة. كل حاجة بيبقى لها طعم لما يبقى ربنا موجود فيها. عشان كده يا أحبائي ربنا النهاردة بيقول لنا ابتدئوا للرب الاعتراف. إن كنت أنا عشت حياتي كلها في الخطايا، ربنا بيقول لي ولا يهمك، أنا النهاردة فاتح باب الكنيسة علشان الكنيسة دي مستشفى للمرضى الروحيين اللي عايزين يتوبوا وعايزين يتعالجوا. أنا دمي يطهر من كل خطية،
مهما كانت الخطايا. أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يا ترى ممكن النهاردة أرفع قلبي ربنا وأقول يا رب من فضلك طهرني أنا إنسان خاطئ، ارحمني أنا إنسان خاطئ، ولا أفضل متمسك بالخطية وعايش في الموت؟ ربنا النهاردة يا أحبائي بيدينا جسد المقدس ودم الكريم. يا ترى بشعر كده أني بتطهر وتقدس، وأن كل يوم لما بتناول الجسد المبارك والدم الكريم ببقى إنسان جديد، وإنسان بتقدم في حياتي الروحية، وإنسان بتعلق أكتر بالسماء. ربنا يدينا يا أحبائي هذه النعمة والبركة، نقدم النهاردة توبة، نرجع لربنا بكل قلوبنا، نعيش في المسيح، نحيا بالوصية. روح الله القدوس يقودنا في طريق الحياة الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.